نأتي الآن إلى فقرتنا التالية، فقرة تأكد، المتخصصة بتدقيق الأخبار والمعلومات التي تنشر يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف يشوبها الكثير من التحقق والمصداقية في الكثير من الأحيان، مثل خبرنا لليوم هو وجود الكاتب والمفكر الفرنسي برنارد ليفي في أفغانستان. طيب، هو خطأ وقعت به الكثير من وسائل الإعلام في أفغانستان في هذا الإطار، وتناقلته وسائل إعلام عربية نقلا عنها قبل أيام، مستعينين بصور لليفي أثناء زيارة لأحمد شاه مسعود بولاية بنجشير، ولاحقا تم تداول هذه الصور على أنها دليل موثق لوصول ليفي إلى أفغانستان عبر عشرات الحسابات على السوشيال ميديا. لكننا تفحصنا الصور التي أوردت هذه المصادر على أنها حديثة وتتبعناها، وتبين لنا بأن الصور قديمة وأن برنارد ليفي ليس في أفغانستان بالوقت الحالي. فالصور المنشورة ظهرت على حساب ليفي أول مرة بين شهري سبتمبر وأكتوبر العام الماضي، وقد نشرها عبر حسابه على إنستغرام خلال زيارة لأحمد مسعود ابن أحمد شاه مسعود. وأردف الزيارة بمقال تحدث فيه عنها بصحيفة وول ستريت جورنال. لكن ما أحدث البلبة والخطأ هو إعادة نشر ليفي لهذه الصور عبر حساباته على السوشيال ميديا، قائلا بأنه تحدث إلى أحمد مسعود حول ما يجري حاليا في أفغانستان. لكن كثيرين لم يدققوا في التغريدة جيدا، إذ وضح ليفي بأن الحديث كان هاتفيا والصورة لم تكن إلا صورة أرشيفية فحسب. إذن هو تحدث مع الرجل لكنه لم يزره في هذه الأثناء، هي صور قديمة. لنقرأ كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القصة، وسنبدأ مع أحمد الذي كتب. أحمد ماذا قال؟ قال: سواء تحدث معه عبر الهاتف أم وجها لوجه، فالفكرة وراء هذه العلاقة واحدة، وهو ما يهم الجمهور ويجب ألا يخفى على أحد. تعليق من علي، علي قال: مئات الحسابات استعرت فورا لترويج زورا بأن ليفي في أفغانستان حاليا لتحضير مقاومة ضد طالبان، والازدواجية هو أن أصحاب هذه الحسابات كانوا المستفيد الأكبر من ليفي عندما كان يزور بلدانهم أثناء ما يسمى بالربيع العربي. أخيرا تعليق من حامد، حامد قال: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، يا ترى ما هي أسباب تزوير حقيقة وجود ليفي في أفغانستان، وماذا يستفيدون من ذلك؟